ذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر تدمير طائرة تركية مسيرة في قاعدة معتيقة الجوية العسكرية في العاصمة طرابلس. وتوقفت الملاحة الجوية اليوم الأحد في المطار المدني الوحيد العامل في العاصمة الليبية. قالت تركيا إن قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر تحتجز 6 أتراك، مضيفة أنها ستصبح هدفا مشروعا إن لم يفرج عنهم على الفور. ووصفت الخارجية التركية احتجاز 6 مواطنين بالبلطجة على يد ميليشيات غير قانونية، وقالت إنه عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة. وكان خليفة حفتر قد توعد باستهداف المصالح التركية في ليبيا بعد تلقيه ضربة موجعة في إطار هجومه على طرابلس، متهما أنقرة بتقديم دعم عسكري لخصومه قوات حكومة الوفاق الوطني. وأمر حفتر قواته بضرب السفن والمصالح التركية ومنع الرحلات من تركيا وإليها والقبض على الرعايا الأتراك في ليبيا. ولذلك أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الأوامر للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية، وللقوات البرية باستهداف كافة الأهداف الاستراتيجية التركية، وتعتبر الشركات والمقرات التركية وكافة المشروعات التي تؤول للدولة التركية أهدافا مشروعة للقوات المسلحة ردا على هذا العدوان، ويتم إيقاف جميع الرحلات من وإلى تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية. وكانت قوات طرابلس قد سيطرت على غريان الواقعه جنوب طرابلس، والتي كانت قوات حفتر تستخدمها قاعده رئيسه للامداد في الهجوم على طرابلس. الصوره كامله مع مراسلنا خليل كلاعي من غريان. نحن هنا في معسكر الثامن الذي يقع وسط مدينة غريان، ومعسكر الثامن هو أحد النقاط الرئيسية التي تمركزت بها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر خلال سيطرته على هذه المدينة، على مدينة غريان، قبل أن تستعيد القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني سيطرتها على مدينة غريان بما فيها هذا المعسكر الاستراتيجي والهام، معسكر الثامنة. معسكر الثامنة يقع إذن في قلب مدينة غريان ويفتح على مختلف محاور المدينة، ومن يسيطر على هذا المعسكر، من يحكم سيطرته عليه، بإمكانه القول أنه سيطر على ربما كل الاتجاهات داخل مدينة غريان. إذن هذا المعسكر، معسكر الثامنة، كان ضحية قصف شديد ليلة أمس. 6 صواريخ أصابت المعسكر، وأصابت بالتدقيق هذه المستودعات التي ترونها خلفي تماما، لعلكم ترون هذه النيران التي لا زالت مشتعلة إلى الآن، النيران لا زالت تشتعل إلى الآن داخل هذه المستودعات التي سويت بالأرض كما ترون. القادة الميدانيون يقولون أنه ربما قصف هذه المستودعات بهذا الشكل الشديد جدا وبهذا العدد من الصواريخ ربما يعني أن القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر أخفت شيئا مهما داخل هذه المستودعات، أو ربما هو مدفون تحت الأرض، وبالتالي تم استهداف هذا المعسكر، معسكر الثامنة، في أكثر من مناسبة، في أكثر من مرة، وبكثافة نارية شديدة جدا، لربما تدمير أي شيء ربما يمكن لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر أن تكون ربما قد أخفته هنا في هذا المعسكر، وخاصة في هذه المستودعات بالتحديد. إذن من هنا، من معسكر الثامنة داخل مدينة غريان، التي تمكنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني من استعادة السيطرة عليها منذ يومين. للتلفزيون العربي خليل كلاعي. في شأن متصل، أعلنت الولايات المتحدة أنها تتحقق من صحة المعلومات بشأن العثور على 4 صواريخ أمريكية الطراز جافلين تركتها وراءها قوات حفتر لدى انسحابها من غريان. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن الكتابات المدونة على الصواريخ 4 تشير إلى أنها بيعت إلى الإمارات في عام 2008. وصاروخ جافلين الأمريكي المضاد للدروع دخل الخدمة عام 1996، ويبلغ ثمنه 170,000 دولار، ويزن الصاروخ مع وحدة الإطلاق 22 كيلوغراما، ويبلغ أقصى مداه 4750 مترا. ويعد صاروخ جافلين من أحدث الصواريخ المضادة للدروع، فهو يوجه نفسه ذاتيا ولا يتطلب عملية توجيه أو متابعة خلال طيرانه.
أما قذائف جي بي 6 الصينية التي عثرت قوات حكومة الوفاق على 7 منها في مدينة غريان، فهي تعد من أحدث القذائف المدفعية ذات القدرات التدميرية الهائلة. تنتجها شركة نورينيكو الصينية، ويصل مداها إلى 25 كيلومترا. إمكانية توجيهها بالليزر تعطيها القدرة على المناورة ومقاومة التشويش وضرب الأهداف المتحركة. وتمت تجربة هذه القذائف في الإمارات العام الماضي في إطار صفقة شراء مع الشركة الصينية المصنعة لها. وينضم إلينا من طرابلس محمد بالخير، وزير العمل الليبي السابق. أهلا وسهلا بك أستاذ بالخير. يبدو بأن حفتر بدأ بتنفيذ تهديداته اليوم، قام فعلا باحتجاز الأتراك، وكما يقول أيضا دمرت قواته طائرة تركية مسيرة. إلى أين تتجه الأمور في ليبيا اليوم برأيك؟ مرحبا. أولا لم يكن غريبا جدا على البلطجة السياسية أو الانحطاط الأخلاقي لحفتر ومن يدور في فلكه في المنطقة الشرقية من المؤيدين له، سواء كان على الدول الإقليمية الداعمة أو المجموعات الموالية لحفتر في المنطقة الشرقية اللي هي جزء من إثارة الفوضى في ليبيا ومحاولة إعادة النمط القديم أو التقييد في الماضي، أو وضع حاجز للربيع العربي وانكساره في ليبيا وعدم مرور هذا التيار الربيع العربي إلى باقي الدول الأخرى اللي الآن بدأ يلوح في السودان وفي الجزائر. بالتأكيد هذا الرجل فقد البروباغاندا اللي صورت منه انه اسد، فاصبحت هذا الاسد يتحول الى اسد ورقي، فبالتالي يحتاج الى اعاده الهيبه او اعاده الامج، اعاده الصوره اللي صنع منها البروباغاندا الاعلاميه المؤيده له او الاله الاعلاميه الجهنميه المدعومه من قبل مصر والامارات والسعوديه. فهي بدا يفقد هذا الزخم الحقيقه. حفتر يهدد وينفذ، وتركيا في المقابل تتوعد بتدابير حازمة وبرد عنيف ومكلف. هل يلعب بالنار اليوم حفتر؟ ما هي طبيعة الرد التركي برأيك الذي من الممكن أن توقف فيه ما يقوم به حفتر اليوم؟ بالتأكيد نحن للمدخل أو للوصول لتهديد حفتر وطبيعة تهديد حفتر، السبب الأول هو صورة القوة، الاحتفاظ بالإمج بالصورة الشخص القوي اللي قادر على الرد في الزمان والمكان بعد هزيمة غريان. الحقيقة ما حدث في غريان أمر خطير جدا جدا، وأنا ابن المنطقة ابن غريان أعرف ما حدث فيها بالتفاصيل بتفاصيل تفاصيل، وأدرك مدى أهمية منطقة غريان في الاستراتيجية العسكرية، وهي نقطة انقلاب في أي معركة. من خسر مدينة غريان، غريان هي بوابة السيطرة على الجنوب الليبي بالكامل. غريان هي الآن تو وضعت محور خنق لقوات حفتر في منطقة ترهونة في منطقة الساحل، الآن هي محاصرة وتفقد الدعم، هي حتفتح بوابة إلى الجفرة، يعني في جنوب غريان هي البوابة أو الطريق إلى إلى الجفرة إلى وسط ليبيا اللي تمركز فيها حفتر. فبالتالي وبعدين فضحت الهدف الثاني هو من تنفيذ جزئي أو تنفيذ، هي بلطجة. المواطنين الأتراك موجودين مثلا في اللي ليه 30 سنة مواطن عادي، هذا انحطاط أخلاقي ولا يعبر على قوة. مسألة مهاجمة، ليس المرة الأولى لاستخدام طائرات مسيرة أو طائرات أخرى لضرب مطار مدني معتيقة، ولا توجد فيه طائرات تركية الحقيقة، هي طائرات مسيرة يعني حجمها صغير جدا، ولا أعتقد أنه أصيب الطائرة مسيرة ولا توجد في معتيقة أصلا. معتيقة مطار مدني فيه طائرات، كان فيه تزامن رحلة قادمة من تونس ظنا منهم أن هذه الرحلة قادمة من تركيا، يعني هو هجوم على طار مدني على رحلات مدنية، هذا يعني قمة الإجرام. شكرا لك. ناهيك على أنه هو لا لحظة معلش لا يتوقع ردود الفعل التركية. تركيا دولة لا تفرط في سيادتها ولا تسمح للعابثين مس أمنها القومي أو مصالحها. وضحت في ليبيا الفكرة عذرا في الوقت. أستاذ محمد بالخير وزير العمل الليبي السابق، شكرا لك على مشاركتك معنا.